المشروع الوطني العراقي أنا بالنسبة لي بأنه المشروع الوطني العراقي يمثل كتلة عراقية شريفة ضد السياسيين اللي دمروا البلد وسرقوا البلد وهدموا البلد. الحقيقة العراق يحتاج إلى من ينقذه من المحاصصة الطائفية والسياسات المتبعة سابقاً. نحتاج إلى مشروع جديد، ونأمل من المشروع الوطني العراقي لإنقاذ العراق أن يحقق أهدافه في بناء دولة مؤسسات حقيقية وبناء الديمقراطية وخروج البلد من هذه المحاصصة الطائفية المقيتة التي أوصلت البلد إلى ما لا تحمل. حقيقة العراق انهار تماما، فالمشروع هذا هو الوحيد لإنقاذ البلد، وإلا انهارت العملية السياسية برمتها يعني حقيقة يعني. وإن شاء الله نعمل خير بالمرحلة القادمة، هي مرحلة جديدة. الشباب العراقي لهم دور ودور مهم بالمرحلة القادمة، وكذلك شيوخ العشائر والأساتذة الجامعيين لهم أهمية نعم بالحفاظ على وحدة البلد وتماسكه ونجاحه إن شاء الله.